والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبنا في سفرنا وخليفة وفي أهلنا وقم لصلاة وجوه أعدائنا يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا ربنا اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا زيارة حبيبك صلى الله عليه وسلم وشنف اسمعنا بلذيذ كتابه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.